أثابكم الله. والساعي أنا موظف وكنت آخذ رشاوي من الناس مقابل إنهاء معاملاتهم، والآن الحمد لله من الله علي من هداية. سؤالي، لدي بعض ما أملك من فلوس التي كنت آخذها من الناس، فماذا أفعل علما أن أكثر أثاث بيتي منها؟ تخلص منها، تخلص منها بإعطائها للفقراء، والأثاث أيضا تعطيه لفقير يأثث فيه بيته، تخلص منها، المهم تخلص منها. نعم.